كني زد الله يا جلست تعال اسمعي فويسات كيف تقطع عندي ما تنسمع. سلام انا رون، مقطع جديد وترند تيك توك جديد، يلا نبدا. هذا من افضل الترندات اللي صار في التيك توك، هذا الوحيد اللي اكمله كامل مره يجنن. يلا نبدا في اول واحد. ارسل لي الصوره. اي صوره تبغين؟ اي صوره؟ ارسل لي الصوره الكبيره. اي صوره؟ اي صوره؟ اي صوره؟ اكتب الكتاب كبير. فصل عليها مام داد تنفس مسكينه، يا ساتر. نشوف هذا يا ماما او الامهات. امي امي ماما ماما اسمعي، ارسلي لي رقم بسرعه بسرعه الان حالا بالا. رقم مين يا امي؟ بسرعه بدي اسلك عليه، ابغى الحين رقم. كنت مين يا رجل؟ كم جالس ولا شفتي؟ امي بك اسمي مره كمان واضح. بوم، ابغى رقم. اعطتها واحده. طمي وخليني انام. هاي ترى سلك يا امي، بالله عليك انك تسالين قبل ما تنام. ايش في؟ امي طيب. فصلت عليها يا ساتر. يا ربي نشوف اللي بعده. دقيقة، لا لا لا، بنت خريب بنت خريب. بسرعة ترى يقاب ابوي، ارسل لي الصورة حقك بسرعة ترى يقاب الدرج حق السيارة بسرعة ابوي، ولا اليوم ترى اسحبني. ارسل الصورة. ايه صورة؟ ايه صورة حقك؟ حقتي صورة ايش يا منتوفة؟ صورة ايش يا منتوفة؟ قول كل تبين انت تيك توك. الله يقهر شيطانك، الله يقهر شيطانك. لا لا لا، اعطاها اعطاها ضحكه في الاخير. لا لا راضي، ما بتموت الحمد لله. يا ابوي مساء الخير، صورت لي صورتي بسرعه يا بابا بسرعه ضروري، صورت لي صورتي. مهمه في الجامعه نرفز. اديني اياها لازم الحين. انت يركض يركض، وش تقولي؟ ارسل لي صورتي ايش؟ ابوي صور لها، صورها لي الحين الحين. وقفها فيها ثلاث ارقام صورتي. يعني بدأت شيء صورته كلام اسمه واضح مبتور، صورة ثم مقتول. صورتي مبتور. اسمعي كلام صورة سايت فيديا. ابوي ايش فيك؟ هل واضح الفوي؟ شوف يا ابوي صور لي صورتي. دق 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 دق. نترحم عليها ولا؟ يا ساتر. وهذه كلها ما شفتها انا، اختي جمعت لي اياها. يا ابوي السلام عليكم. عرفت القطعه اللي ذاك اليوم احنا واقفين عند ال ورد؟ ايش ذنب سايد يا اخي؟ اللي ذاك اليوم يا ابوي احنا واقفين عند ال ذاك، لان القطعه احتاجها مره. يا بنت ولا ايش يا ولد؟ تكلم زين رسالة، قلت شب قطعة قطعة، ايش قطعة يا جدمة؟ اسمع رسائلك يا حمار كلها ورد علي، ايش فهمت انت؟ يا حمار تو بعد ده مسكين، بعد بيسوي اي ترند في حياته. بابا 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 بسرعة ارسل لي. قبل ما نكمل والله العظيم الترند ده ينرفز، خليت نفسي مكانه، ما حد يرسل لي صورة كع ولا فاء. اوه يا ربي والله الموضوع نرفز. صورة جلة بسرعة ضروري بابا ارسل لي صورة جلة. صورة ايش؟ صورة جلة صورة جلة صورة جلة. بابا بابا بسرعة ارسل لي صورة جلة. من جملة جلة ايش؟ براغ سويت لي براغ. صورة معاه تبغي؟ يلا نحن انت المواقف افرش الصفا جهز كل شيء. هذيك الصورة اللي صورتها ال هذيك الصورة اللي صورتها ال 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 هل المعلق عندك؟ بسرعة يا بابا الصورة ذيك اللي ارسلتها اول لك. يا ساتر بابا مو هذه، ذيك الصورة اللي فيها رقم. بسرعة الموقع بيقفل. ايش بابا صورة ايش؟ ايش من كلمة واضح؟ تقعد تنص الكلام وتخليه. ايش تكلم عن ايش؟ والله صبره طويل ما فصل. مرة ارسلت لك اياها قبل يومين، مرة ضروري ابغاها الصورة. انا
والله ما فصل، مع انه يعني مو بس مو بس نسيت، اي مو بس الموضوع كذا ينرفز، لا كمان جوعان افرش السفر. والله برافو، ما اديني صبره. عبود عبود بسرعة عاد بسرعة ارسلي صوتك، يمكن بسرعة ابغاها، ما حطيت جوالي. ينطرين احنا خواتي معك في ال شي صوتك انت مستعجل. صوتك مستعجل. هبه هبه ايش تقول يا اخي وش بك؟ مو واضح كلامي. رايك؟ وين اركض؟ قلت لك ابي صوتك لما كنت لابس توقعت الشيء ثاني، طلعين احنا خواتي فل. يا اخي والله بسرعه استعجل، يعني ما ودك تعطيني اياه. رايق رايق رايق. اخي ما فهمت عليك اي شيء. ارسل لي صورتك لو كنا وش كنا وين؟ ماني فاهم اي صوره انت تبي. يا اخي وش بك؟ يوم طلعنا معك احنا خواتي. ابي صوتك سريع. هلا. وراك ليه؟ ما يمكن وش؟ والله صدق واضح انت كيف ما يطلع لك. متأكد عبودة؟ لا والله من الناس الرايقين. ماما بالله الله يسعدك، سري لي صورة. صورة ايش يا خرى؟ الرسالة مقبولة. الله ياخذكم. ماما هذيك الصورة اللي رسلت لك اياها، الصورة ذيك مش في امس رسائل اسم قطمة ما تنسمع. مقطمة ماما مقطمة ايش؟ تقول لك الصورة ذيك شفتي؟ تواصل عند الصورة ذيك وتقطم، تعالي اسمعي بنفسك. اكيد ايش اللي تقطم؟ انت اسمع جوز الناس، يعني الصورة ذيك اللي كني زد الله يا قلت تعالي اسمعي فويسات كيف تقطع عندي ما تنسمع. والله هذه اللي تفوز، والله هذه اللي تفوز. اتنرفزت الأسسة في النهاية. في النهاية ديدي شفتي؟ تواصل عند الصورة ديك وتقطم، تعالي اسمع بنفسك. اكي ليش اللي تقطم؟ انت اسمع الفويس الناس، يعني الصورة ديك اللي كليزة قلت تعالي اسمع فويسات كيف تقطع عندي ما تنسمع. تجنن. هذه تفوز حقيقي، هذه تفوز. ولهنا يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، لا تنسون تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة، مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن. سلام.